مشاهدي قناة شوف تيفي اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. من اشهر السوق هنا بمدينة الدار البيضاء هو سوق قريعة اللي كنعرفوا كاين العديد من الناس اللي كيجيو لهذه المناطق هذه كيحاولوا انهم يبيعوا ويشريوا من بعد ملي كيساليو كيف ما كتشوفوا معايا كمية ديال الازبال اللي كتبقى متراكمة في هذا المكان هذا يعني على طول الرصيف يعني مخلفات البيع العديد من الناس اللي كياكلوا ويشربوا يعني كيلوحوا الازبال ديالهم في هذا المكان وما كاينش حتى شي مراقبة على هاد الناس هادو اللي كيرميو هاد الازبال هادو في هاد المنطقة هادي كيف ما كتشوفوا معايا مشاهدينا الكرام. يعني صراحة يعني خاص تدخل احد المسؤولين على هاد القطاع هذا اللي كيف ما كتشوفوا هاد المكان اللي مرمية فيه العديد من الازبال يعني لا حول ولا قوة الا بالله. يعني هاد الناس هادو اللي كيبيعوا في هاد المكان لازم عليهم من يبغيو يمشيو يحيدوا المخلفات ديالهم كيف ما كتشوفوا معايا مرمية على طول الرصيف اللي كتشوفوها معايا. يعني خاص واحد المراقبة على هاد المكان هذا باش ما يبقاش ملوش وما يبقاش فيه الازبال يعني اي واحد جا كيفرج هنا كيخلي الحجر ديالو لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يعني الصراحة لازم تدخل احد المسؤولين على هاد المنطقة كيف ما كتشوفوا معايا هاد الحجر هذا اللي مرمي في هاد المكان هذا اللي كيخلي بزاف ديال الناس كيعانيو في هاد المكان هذا اللي صراحة أزبال تراكمة هاد الرصيف هذا كيف ما كتشوفوه أمامكم في الصورة. العديد من الناس العديد من المارة كيجيو لهذه المنطقة هذه وكيف ما كتشوفوا كيخليوا الأزبال متراكمة في هذا المكان هذا والعديد من السيارات غادي يدوزوا من هذه المنطقة هذه كيف ما كتشوفوا معي الحجر باقي في المكان ديالو يعني باقي مرمي وحتى الأزبال على طول هذا الرصيف هذا اللي ما خاصش يكون هاد الأزبال يعني الناس اللي كيبيعوا للناس اللي كيشريوا يعني من بعد ما يساليوا يحاولوا دائما يجمعوا الأزبال ديالهم وما يخليوهاش مرمية في هذه المنطقة هذه كيف ما قلت لكم لأن هذا المكان هذا هو أشهر مكان أشهر سوق أسواق القريعة اللي معروف على الصعيد العالمي ماشي فقط الوطني. يعني بعض سكان العالم كيعرفوا هذا السوق هذا اللي هو سوق القريعة اللي كيتواجدوا فيه أي حاجة بغيتي يعني فيه الخياطة فيه الجزارة فيه الحوايج فيه الأدوات فيه يعني اصلاح الهواتف اصلاح الدراجات الناريه السيارات يعني هذا السوق هذا معروف دوليا لكن لا بقينا كنشوفوا بحال هذه الكوارث هذه لا ما غاديش الناس يبقاو يجيو وما غاتولي ديما واحد العشوائيه وهي بصراحه راه هنا واحد العشوائيه حتى هاد الناس الله يكون يكون حسن في عوانهم والله يسهل عليهم يعني فقط هما كيحاولوا انهم يبيعوا ويشريوا يعني الفراشات لكن خاصهم حتى هما شي حل خاصهم واحد المراقبه خاصهم اللي وقف معاهم ويحيدهم من هذا الشانطي هذا اللي هو صراحه في الخطر عليهم لكن هما كيجيو كترزق الله على وليداتهم. يعني الصراحه هذا الشيء اللي ما خصناش نبقاو نشوفوه في هذه الاماكن هذه اللي العديد من الناس كيجيو لهذه المنطقه هذه كيجيو على انهم يتقداو لكن كيف ما كتشوفوا معايا كيخليو الازبال في كاع المناطق في هذا المكان اللي معروف اشهر كيف ما كتشوفوا هذه الازبال اللي مرميه في هذه المنطقه هذه. يعني كيف ما شفتوا معايا على طول الرصيف مخلفات ديال الازبال اللي متراكمه في هذا المكان هذا اللي لازم على الناس اولا قبل من المسؤولين وقبل من عمال النظافه خاصهم هما يكونوا كينظفوا الاماكن ديالهم. يعني غدا غادي يبيع واش غيجي يبيع في هاد الزباله هادي في هاد الازبال المتراكمه يعني خاصو ينقي المكان ديالو باش الغد يجي يلقى بلاصتو نقيه. يعني الا ما كانوش رجال النظافه راه غادي يبقى هاد المكان هذا بحال هكا وما غاديش تكون واحد يعني بنادم ما غاديش يبيع على خاطرو كيف ما كتشوفوا معايا هاد المخلفات اللي كاينه هنايا ماشي فقط غير في هاد المكان يعني على طول هاد الرصيف هذا كاين هاد الحجاره هادي وكذلك كاين بعض المخلفات متراكمة حتى في المكان الاخر. يعني كيف ما كتشوفوا مشاهدي الكرام يعني
هذيك المخلفات البناء اللي متراكمه، يعني واجب تدخل احد المسؤولين على هذا القطاع هذا باش عاد قوة الناس هذو اللي صراحه هما كيبيعوا في هذه المنطقه اللي خطيره عليهم، لكن لازم عليهم حتى هما يحترموا هذه الاماكن هذه اللي صراحه هو الشارع العام اللي كيدوز منه الكبير والصغير، ما خصوش يبقى مستخب بهذه الطريقه هذه. يعني لا حول ولا قوه الا بالله. يعني كنتمنى انكم تبارطاجيو هذا المباشر هذا باش يوصل للناس اللي كيجيو لهذه المنطقه هذه وكيحاولوا انهم دائما يبيعوا ويشريوا باش يحافظوا على هذه الاماكن هذه اللي هي صالح الملك العام ماشي صالح كيفما شرحت لكم مشاهدين الكرام على ان هذه الازبال متراكمه في جل هذا الرصيف هذا اللي خاص تدخل احد المسؤولين اسرع وقت باش يعاش قوة الناس هادو من هاد المكان اللي خاطر عليهم. كيف ما كتشوفوا معايا الحجارة كتبقى في المكان ديالها يعني. مشاهدي قناة شوف تيفي وصلنا لنهاية هذا البث المباشر، كنشكركم على حسن المتابعة وحسن التفاعل ديالكم والى اللقاء. مشاهدي قناة شوف تيفي على ان بعض الاماكن اللي دازوا منهم عمال النظافة الصراحة كيبذلوا واحد المجهود كبير، يعني هذا المكان اللي كيف ما كتشوفوه هو نقي بالكامل، يعني كان هنا العديد من الازبال اللي عمال النظافة دازوا مشكورين وحيدوا الازبال من هذا المكان هذا اللي خاص تعطيهم التحية. يعني لولا هاد الناس هادو لكنا نشوفوا الازبال في جميع الاماكن وجميع الارصفه ديال هذا المكان هذا. كيف ما كتشوفوا معايا حنا كنتواجدوا باشهر سوق اللي هو سوق القريعه اللي كتشوفوا امامكم، يعني حتى الازبال راه متواجده في العديد من الاماكن هنا في سوق القريعه. يعني تحيه مره اخرى للعمال النظافه على المجهودات اللي كيقوموا بها، لكن خاصنا حنا نتساعدوا معاهم ونتساهلوا معاهم باش نخليو هاد الاحياء نظيفه وما فيهاش الازبال. مشاهدي قناه شوف تيفي شكرا على حسن المتابعه وحسن التفاعل لكم والى اللقاء.